طبعا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كررها اكتر من مره لما قال ان العفي محدش يقدر ياكل لقمته. التصريحات دي كتير جدا من الناس المتربصه بالدوله المصريه وبالقوات المسلحه ما عجبهمش التصريحات دي، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما استخدمها وحوالينا محيط مشتعل في الدول العربية الحبيبة إلى قلوبنا سواء كانت ليبيا أو سوريا أو اليمن أو العراق، كلنا فاكرين التصريحات دي، وفي السودان أيضا كلنا فاكرين التصريحات دي وأهميتها. فاكرين ولا مش فاكرين؟ عموما اللي فاكرين أكيد عارفين اللي هيتقال، واللي مش فاكرين هفكرهم بالفيديو اللي هتسمعوه دلوقتي. هقول لكم على حاجة واختم بيها، أنا كنت قلتها قبل كده. العراق قبل سنة 90 كان بيجي لها 100 مليار متر مية. العراق كان بيجي لها سنة 90 100 مليار متر مية. النهاردة بيجي لها دلوقتي 30 مليار متر مية. عرفت الدولة لما تضعف يحصل ايه؟ اللي عافي حدش ياكل لقمته. سمعتوا؟ العافي محدش بيقدر ياكل لقمته. دي أهمية إن أنت يكون عندك جيش قوي، جيش صاحب وزن إقليمي ودولي، جيش يقدر يحافظ على ثرواتك ومقدراتك، جيش يقدر يحميك في وسط تحديات العالم كله. العالم كله دلوقتي القوي هو اللي بيسيطر. وكلنا شايفين المشهد الروسي في أوكرانيا، العالم كله أوروبا والنيتو مش قادرين يعطلوا روسيا في ان هي فرضت سطوتها على اوكرانيا واجتاحتها بشكل كامل وسط صمت دولي او مش صمت بقدر ما هو خيبة وخزلان. اللي احنا بنقوله ده لان المواقع والصحف العالمية كلها بتتكلم وبتتريق على الموقف الامريكي او من النيتو المتخاذل، حتى ان الكاريكاتير اللي بيطلع بيتكلم على فكرة البيت الابيض لا ينفع في اليوم الاسود، فده يأكد كلها تريقة من الموقف الأمريكي المتخاذل اللي مش ظاهر له أي إيجابيات. ليه إحنا رجعنا واستخدمنا مصطلح العافي؟ العافي محدش يقدر ياكل لقمته، دي النظرية اللي اتكلم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتطبقها دلوقتي روسيا في أوكرانيا، لأن روسيا دولة عافية، دولة قوية، عندها جيش قوي قدرت تخش أوكرانيا وتحدث العالم كله. في الوقت اللي احنا بنقول فيه العافي محدش يقدر ياكل لقمته وروسيا دولة عافية وبتجتاح اوكرانيا، جينا نشوف التصريحات اللي طالعة من الغرب ومن دول النيتو ومن اكبر هذه الدول وهي المانيا، لما يطلع وزير المالية الالماني ويقول اننا نأسف على اهمالنا للجيش في الماضي والان هو غير قادر على تنفيذ مهامه وإن تقليص الميزانية الدفاعية لم يعد أمر مناسب حاليا. دي تصريحات مهمة جدا 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 ناخدها عشان برضو بتدلل على اللي قلناه إن العافي محدش يقدر ياكل لقمته، واللي باعتراف وزير المالية الألماني إن ألمانيا ليست عافية الآن وبالتالي هو جيشها من وجهة نظره ضعيف أو ليس بالقوة التي كان ينبغي في ظل التهديدات اللي بتوجهها روسيا إلى كافة دول أوروبا. الشيء الثاني حضراتكم أكيد فاكرين لما اجتاح الناتو دولة ليبيا الشقيقة في 19 مارس 2011، أيا كانت الدعايات وأيا كانت المسميات وأيا كانت المقدمات اللي اتقدمت قبل هذا الاجتياح، فاكرين وقتها لما اجتاح كانت الناتو بيعلن وبيتكلم على إيه؟ كان بيتكلم على إنه عاوز يحرر ليبيا، عاوز يحرر ليبيا، عاوز يحرر ليبيا. هنفتكر هذا الموقف، ولما النيتو بيتكلم امبارح ويقول لك ان روسيا ارتكبت جريمه لانها غزت دوله ذات سياده، واحنا بنسالكم الم تكن ليبيا دوله ذات سياده حينما غزاها النيتو؟ الم تكن العراق دوله ذات سياده حينما غزاها الامريكان والبريطانيين؟ الم تكن سوريا دوله ذات سياده حينما اصبحت مرتعا وملعبا للحروب بالوكاله في المنطقه كلها؟ إذن الغرب متناقض وتصريحاته متناقضة وغير متوازنة وغير واقعية. هي مجرد نحن لا نبرر الحرب، ولكن احنا بنضع بعض التصريحات اللي استخدمت في الفترة الأخيرة
في منطقة الشرق الأوسط، والمتناقض معها تماما المستخدم حاليا في منطقة أوكرانيا أو منطقة أوروبا الشرقية. كل ده بيخلينا نؤكد ونحترم ونقدر ونبص للتصريح اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن العافي محدش يقدر ياكل لقمته بعين مهمة جدا جدا جدا، ان احنا فعلا دولة بتواجه تحديات من كافة جوانبها وحدودها الاربعة، سواء في شرق المتوسط او في حدودها، سواء من الجانب الليبي او من الجانب السوداني او من الجانب فيما يتعلق بدولة فلسطين. كل دي تهديدات تخليك لازم يكون عندك جيش قوي رادع قادر على انه يصد اي هجوم ويحمي لك مقدراتك، خاصة البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط. لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده، والله لا يستطيع أحد يتدخل في مصر. مصر لا. هنفكر أوكرانيا دولة اللي عليها عدوان روسي كبير جدا دلوقتي، هنفكرها بمشاهد بسيطة جدا 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 كانت في بداية الحرب العراقية أو العدوان الأمريكي على العراق في 24/7/2004 تحديدا، لما قررت القوات الأمريكية غزو العراق كان هناك اعتراض روسيا، في حين انه كان هناك موافقة وتضامن اوكراني. وقامت امريكا باحتلال العراق بمشاركة قوات متعددة الجنسيات ومنها قوات اوكرانية. الان روسيا تدعي ان اوكرانيا تهدد امنها القومي، وبالتالي من حقها ان تدافع عن امنها القومي، وبالتالي من حقها غزو اوكرانيا. هي نفس المبررات التي اعتمدت عليها الادارة الامريكية انذاك، ادارة بوش، حينما قالت انها تجتاح العراق من أجل حماية أمنها القومي. إذن هي نفس المعايير ولكنها تطبق حينما تريد أوروبا وفي أي ظروف تحقق المصالح الأوروبية والغربية والأمريكية. من الأشياء المهمة جدا نحن نسلط الضوء عليها في الحرب الروسية الأوكرانية هي أن الدول بتسعى إلى مصالحها كل حسب مصلحته. تركيا وهي عضو في حلف النيتو، رغم أنها عضو في حلف النيتو ورغم أن النيتو كله يأخذ موقف يراه الجميع أنه معادي إلى روسيا، ولكنها لم تجرؤ على أن تواجه روسيا بأنها مثلا تقفل المضايق أو أن هي تتحدى روسيا حتى ولو بالتصريحات المباشرة. فلقينا تصريحين متناقضين للإدارة التركية في الأزمة دي. أول شيء أنها امتنعت عن التصويت على عضوية روسيا في المجلس منذ ساعات، في حين أن أردوغان كعادته أطلق بعض التصريحات التي يحاول يوجهها إلى الرأي العام بأن هو مش مع الخطوات الروسية في أوكرانيا، في حين أنه لم يجرؤ على أنه يعلن أنه يغلق مضيق البوسفور أو الدردنيل أو أي شيء ضد مصلحة روسيا، ورغم أنه في حلف النيتو. إذن المصالح المصالح المصالح. الشيء اللي بيكشف وبيأكد أنه المصالح هي اللي بتحكم، اللي قامت بالصين بتحقيقها مكاسب كبيرة جدا جدا من الحرب حتى الآن، بأن هي تحصل على الغذاء الروسي اللي بيجي من عندها بكميات كبيرة جدا جدا وبأسعار أقل، وكذلك الغاز وكذلك البترول. نجد أيضا المواقف الأخرى زي مواقف أوكرانيا. أوكرانيا نفسها لقت نفسها إنه الجميع تركها تواجه روسيا منفردة، رغم التصريحات اللي كانت بتطلع دوما أنهم يدعموها وإن هي تخش حلف النيتو وإن هي حلف النيتو سيدافع عنها وأنها تبع الاتحاد الأوروبي. كل الكلام الجميل ده انتهى على لا شيء. هو وحده الآن الأوكراني أو الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي وحيدا، حتى تصريحه صادم اللي هو قاله لك نحن وحدنا، تركنا وحدنا، لا أحد يريد أن يحارب معنا
ده عكس اللي كانوا بيروجوا ليه او بيقولوه له قبل الحرب ورطوه، وممكن نطلق عليها كل اعوانك بعوك يا زيلينسكي او بعوك يا اوكرانيا. كل ده يخلينا نتكلم على اهميه ان يكون الدوله قويه، وان يكون الجيش قوي، وتكون الدوله متماسكه، وان يكون لها حجم علاقات اقليميه ودوليه يجعلها ميزان قوي في المنطقه اللي بتعمله مصر الان. جميعنا طبعا فاكر كويس قوي كل المخططات التي طبقت في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحت مسمى الخليفة العربي. عندنا هعرض لكم حالا اعتراف خطير جدا 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 من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لما اتكلمت في التلفزيون الأمريكي وبتطلب بشكل مباشر استغلال المواطنين الروس الرافضين لقرار بوتين بأنه يكونوا شوكة في ظهره. Once again in the streets, they don't want a war with Ukraine. There's a lot of family and other connections between Russians and Ukrainians. I think we can have both what I would argue for government support, but also non-governmental support. There were reports overnight that Anonymous, a group of hackers, took down Russian TV. I think that, you know, people who love freedom, people who understand that, you know, our way of life depends upon supporting those who believe in freedom as well, could be engaged in cyber support for those in the streets in Russia. We did some of that during the Arab Spring when I was Secretary of State. I think we could be also attacking a lot of the government institutions. كلام واضح وصريح يأكد لك ان اللي حصل في الخليفة العربي مؤامرة كبيرة جدا جدا جدا، وتم اسقاط الدول العربية للأسف الشديد بأيدي بعض من أبنائها، وحتى الآن الدول العربية تدفع 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 فاتورة ما جنت بأيديها وفاتورة خضوعها واستيرادها للأفكار المعلبة من الخارج كأمثال الثورات والشعارات البراقة. إذن ما تقوم به الدولة المصرية وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من تقوية لمؤسسات الدولة والاقتصاد القومي وتقوية للقوات المسلحة هو من أهم الأشياء اللي محتاجها مصر في الفترة القادمة في ظل تحديات إقليمية صعبة جدا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لكلنا لقاءات تالية. شكرا جزيلا.